كثيرا ما وصف بأنه حكيم العرب في حياته وحتى بعد وفاته. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الراحل، الذي يحفل تاريخه بالعديد من المواقف على مستوى دعمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية. بعد التجربة الناجحة لاتحاد الإمارات، نظر الشيخ زايد إلى منطقة الخليج وما يجمعها من عادات واقتصاديات وثقافة مشتركة، وأسهم الشيخ زايد بتحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى واقع ملموس، بداية من أول اجتماع عقد بهذا الخصوص في أبو ظبي عام 76، وانتهاء بالتوقيع على صيغة تأسيس مجلس التعاون في أول قمة للمجلس عام 81. وقد حظي الشيخ زايد بمكانة رفيعة المستوى عند القادة العرب، وهو ما أتاح له القيام بدور الوسيط بينهم في أكثر من مناسبة. وفي عام 73 دعم الشيخ زايد مصر وسوريا في حرب أكتوبر لتحرير الأراضي العربية المحتلة، وشارك في قطع واردات النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل، وسجل التاريخ قولته الشهيرة: النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي. وفي عام 1980 نادى الشيخ زايد بعقد قمة عربية لإنقاذ لبنان من الحرب الأهلية. وبعد الغزو العراقي لدولة الكويت، كان الشيخ زايد من أبرز القادة العرب الذين أسهموا في تحرير الكويت. كما كانت فلسطين حاضرة دائما في اهتمامات الشيخ زايد، فقدم كثيرا من الدعم للفلسطينيين وخاصة للقدس المحتلة وأهلها لتعزيز صمودهم في وجه مخططات التهويد. وتجلى اهتمام الشيخ زايد بحفظ السلام عبر مشاركة الإمارات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال في عام 92، كما تجلى أيضا في جهود الوساطة التي بذلها عندما اندلعت الحرب الأهلية في اليمن في عام 94. وبفضل الشيخ زايد اكتسبت الإمارات سمعة دولية في العمل الإنساني والخيري من خلال دعمه عددا من القضايا الإنسانية عربيا وعالميا، وهو النهج الذي لا يزال قادة الإمارات يسيرون عليه حتى يومنا هذا.